بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ده التوتوريال رقم 6 بيكفر Lecture 8. بنتكلم في التوتوريال ده عن Primary Treatment. إيه Primary Treatment؟ الناس لو تفتكر قبل كده إحنا كنا اتكلمنا عن Primary Settling Tank واتكلمنا عن كل الـ Steps اللي بعد Primary Settling Tank. اللي جايين بنتكلم عنه النهارده هو حاجة اسمها Primary Treatment. إيه Primary Treatment؟ دي الحاجات أو الأجزاء اللي قبل ما إن أنا أوصل للـ Settling Tank أو Sedimentation Tank. قبل ما اوصل للسيدمنتيشن تانك في عندي كذا حاجه بصممها. اول حاجه عندي حاجه اسمها سلو داون شامبر. ايه سلو داون شامبر دي؟ تخيل معايا المايه دي انا مثلا واخدها من نهر النيل. السلو داون شامبر دي زي غرفه كل وظيفتها ان هي بتعمل سلو داون للفلو، يعني الفلو اللي جاي بتجمعه وتعمل سلو داون. تاني حاجه عندي حاجه اسمها ابروتش شانل. ايه الابروتش شانل دي؟ تاني حاجه الابروتش شانل دي عباره عن شانل كل وظيفتها ان هي بتعمل لي كنترول على المايه اللي داخله. يعني بتعمل لي كنترول على المايه اللي داخله. المايه اللي داخله دي بيكون ليها سرعات. لو تفتكر ان المفروض الفيلوسيتي بتاعت اي مايه اصلا جوه شانل اللي هي كانت من 0.6 ل 1.5، فدي بتعمل لي كنترول على ان الفيلوسيتي دي ما تزيدش عن 1.5 وما تقلش عن ايه 1.6. بعد كده عندي حاجه اسمها السكرين. السكرين دي كل وظيفتها ان هي بتعمل ريموفينج ان انا لو ان انا عندي حيوانات ميته، خشب، اي حاجه كبيره بتقدر ايه السكرين دي بتحجز. زي السكرين دي زي مصفه بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده اخر حاجه اسمها جريت ريموفال شامبر. كل وظيفه جريت ريموفال شامبر ده انه بيعمل ريموفنج للجريت سايز الحبيبات او كده اللي حجمها اكبر من 0.2 مليمتر. بعد كده بروح البرايمري سيتلينج تانك او برايمري سيدمنتيشن تانك وبقيه الايه الخطوات بتاع السكندري تريتمنت اللي احنا عارفينها. كل ده احنا خلصناه. كل اللي بقينا هما اول حاجه السلو داون شامبر دي عباره عن اوضه دي مش بنصممها. الابروتش شانل اللي هنتكلم عن تصميمه دلوقتي، والسكرين، والايه والجريت ريموفال شامبر. الموضوع ببساطه البرايمري تريتمنت ايه وظيفته؟ ان هو بيعمل لي ريموفال لارج سوليدز والبيج فلوتنج ماتر. ده اللي بنعمله عن طريق السكرين. بعد كده ريموفال اوف ساند وجرافل وسيلت وريموفال اوف اويل اند جريز. دي الحاجات اللي هو ايه بيعمل لها تريتمنت. ندخل في المساله وهتفهموا الموضوع اكتر في المساله على طول دايركت. بيقول لك ايه؟ بيقول لك a city of population ب 200,000، معاك ال population ب 200,000 and average water consumption ب 230 لتر بير كابيتا بير دي. if the losses in water consumption equal 20%، ده معناه ان الميه اللي موجوده عندي اللي هي اللي موجوده فيها losses بنسبه 20%. يعني اذا اللي انا بستخدمه كام؟ 80%. خد بالك دي عشان محتاجه في الديزاين. ديزاين ذا فولوينج، عايز تصمم ابروتش شانل وسكرين كورس سكرين وجريت ريموفال ايه شامبر. تعال نبدا اول حاجه. انت اول حاجه انا محتاج احسب البيك فاكتور والمينيمم فاكتور عشان اجيب الكيو ماكسيمم والكيو مينيمم. البيك فاكتور هو 18 زائد روت البوبيوليشن، 4 زائد روت البوبيوليشن. خد بالك هنا البوبيوليشن دي زي ما كنا بنقعد عنها قبل كده، كنا بنقول ان 1000 فهو مدالك ب 200,000 هتحطها ايه 200. من كلامنا حسبت البيك فاكتور ب 1.77. طب افرض البوبيوليشن دي ما كانتش جيفن معاك في السؤال، هتاخد ايه؟ هتعوض عن البيك فاكتور ب 1.5 على طول. طب المينيمم فاكتور ده كان 0.2 في البي بار 0.2 البي في البوبيوليشن 0.2 في البوبيوليشن ده ب 200 بار 0.2 ده 0.858. ولو البوبيوليشن نوت جيفن هتاخدها بايه؟ بنص. ده الايه المينيمم فاكتور. بعد كده عايز احسب الكيو افريج. الكيو افريج بوبوليشن في افريج ووتر كونسمشن على الاقل في 24 في 60 في 60. بس خد بالك انا هنا ضربت في 0.8 دي ليه؟ لان هو قال لك في السؤال هنا ان عنده لوسز ب 20%، يعني اذا باقي عنده 80% فضربت في 0.8. الكلام ده اداني ايه؟ 0.426 متر كيوب بير سكند. تعال نجيب الكيو ديزاين. البيك فاكتور في الكيو افريج، البيك فاكتور معايا فوق اللي انا حسبته في الكيو افريج اللي انا لسه حاسبها، والكيو مينيمم هي المينيمم فاكتور في الكيو افريج. المينيمم فاكتور في الكيو افريج كده بقى معايا كيو ديزاين او كيو ماكسيمم وكيو مينيمم. تعال نبتدي نصمم. اول حاجه هنصممها الابروتش شانل. احنا قلنا وظيفه الابروتش شانل دي ان هي بتعمل لي كنترول للفلو ان الفيلوسيتي بتاعته تكون اللي هي من 0.6 ل 1.5. من الكلام ده بنصمم الابروتش شانل دي مرتين، مره على الماكسيمم فيلوسيتي ومره على المينيمم فيلوسيتي. اول حاجه بقول ات ماكسيمم فلو ان الفيلوسيتي، هتقول لي هنا الماكسيمم فيلوسيتي ب 1.5، لا احنا دايما هنا بناخدها بنقول بنمشي ان الماكسيمم ب 1.2. فانا هقول عند الماكسيمم فلو الفيلوسيتي عملت لها اسامبشن ان هي ايه ب 1.2 متر ايه كيوب بير سكند.
ال V maximum اي velocity بتساوي ال Q على area. خد بالك بقى ايه ال X area دي. ال X area دي cross sectional area، بمعنى ان انت تخيل نفسك لو ادي الفلو داخل على اي، على ادي ده الفلو، ده الميه داخل على channel حاجه بالمنظر ده. ال X area دي ال area العموديه. يعني ايه ال area العموديه؟ اللي هي ال area دي. بمعنى ايه ال area دي؟ يعني لو جيت تاخد قطاع في ال area دي تبص عليه هتلاقي ان ده ال B في ال depth، موضوع العرض اللي هو البي في الدبس اللي هو ايه العمق اللي تحت. فالاكس اريا دي كروس سكشنال اريا، مش دي مش معناها اكس ماينس اريا ولا حاجه من الكلام ده. المهم انا كده معايا كيو ديزاين معايا على الاكس اريا، الفي ماكسيم 1.2، الكيو ديزاين معايا، اذا البي والدي انا ما اعرفهمش. خد بالك ان انت هنا ات ماكسيمم فلو، فده معناه ان الدي دي ماكسيمم، يعني البي في الدي ماكسيمم. يعني اذا بي في الدي برقم، انا لسه ايه ما عرفتش ولا البي ولا الدي. هنا دايما بفرض حاجه اسمها بيست هيدروليك سيكشن. يعني ايه البيست هيدروليك سيكشن ده؟ لو تفتكر ان انت من الاريجيشن كان بيقول لك ان البيست هيدروليك سيكشن ده انه يكون البي العرض بتاعه بيساوي 2 الدبس، فافرض ان البي بيساوي 2 الدبس. طب لما فرضت ان بي بيساوي 2 الدبس خلاص تعالى اعوض بيها هنا، فيبقى 2 الدي، فرضت ان بي بيساوي 2 الدي في الدي، فيبقى الكلام ده يديك 2 دي سكوير، ده بقت 2 دي سكوير بتساوي 0.6828. من الكلام ده نعرف نطلع الدي، عملت راوند اب للدي ولقيت اي اصغر من 2 متر خلاص ما عنديش ايه مشكله. طب بعد ما جبت الدي تعالى نروح نجيب البي، خلاص البي اصلا هي كده كده 2 الدي، فضربت الكلام ده في 1.2 جبت كنتي البي. خد بالك بقى انت هنا دايما بتصممه، انا هنا صممت ات ماكسيمم فلو، بتيجي تصمم تاني ات مينيمم فلو. يعني انا كده خلصت ات ماكسيمم فلو، باجي اصمم ات مينيمم فلو. المينيمم فلو الفي مينيمم بكام؟ ب 0.6. هعيد نفس الستبس الثانية دي بس على المينيمم. يعني الفي مينيمم بتساوي كيو مينيمم على ايه؟ على الاكس اريا. الفي مينيمم معايا والكيو مينيمم معايا، الاكس اريا اللي هي البي في الدي مينيمم، لان انا مستخدم الفي مينيمم. من الكلام ده بقى معايا البي في الدي بتساوي 0.247 على 0.6، اعرف اجيب قيمه ايه البي في الدي مينيمم. وبرده نفس الكلام انت هنا وصلت ان البي في الدي مينيمم ب 0.41. خد بالك انت من الستبس بتاعت الفي ماكسيمم انت وصلت كنت جايب قيمه البي. دايما البي العرض بتاع الشانل ده ثابت، يعني ادي ده البي العرض ده ثابت. امال ايه اللي بيتغير؟ الدبس اللي بيتغير. يعني ميه مثلا تلاقي دبسها كده يبقى دي ماكسيمم لما تستخدم دي لما تستخدم الفي ماكسيمم، والدبس ده برضو بيبقى دي مينيمم لما استخدم الايه الفي مينيمم. طب خلاص من الكلام ده انا كده كده البي ثابته، فتعالى نحسب ايه الدي مينيمم. دي مينيمم هتساوي 0.41 على 1.2، ان انا معايا البي في الدي مينيمم 0.41، قسمت البي دي تحت فبقى 0.41 على 1.2 اداني ايه قيمه الدي مينيمم اللي هي ايه 0.35 متر. بعد كده اخر حاجه ايه اللي انا اصلا عايز اجيبه من السؤال ده؟ انا عايز اجيب الاس. لو تفتكر الاس مينيموم ده اللي هو ايه؟ كان السلوب، السلوب بتاع مانينج ايكويشن. من مانينج ايكويشن كان بيقول لك ان الفي ان او الفي مينيموم دي بتساوي 1 اوفر ان ار تو ذا باور 2 اوفر 3 اس تو ذا باور اي هاف. خد بالك انت لو هنا هتدخل بالفي مينيموم يبقى دي مينيموم ودي مينيموم، يعني الار مينيموم والاس مينيموم، فانا هنا استخدمهم للمينيموم بس. بنحسب هنا الاس مينيموم بس، احسبش الاس ماكسيمم. الار هنا ده لو تفتكر دوت كان بيساوي الاريا اللي هو ار ده الهيدروليك ريديوس، ده كان بيساوي الاريا على الويتد بارامتر، الاريا اللي هي البي في الدي على الويتد بارامتر اللي هو بي بلس 2 الدي. طب تعالى الايكويشن دي اللي انا عايز اجيبه الاس ده اللي ريكواير. ال 1 اوفر ان، الان كانت ثابته ب 0.015. طب الار، الار البي في الدي مينيموم على البي بلس 2 دي مينيموم، يبقى اذا ار معايا. طب ايه المجهول عندي؟ المجهول عندي هل الفي مينيمم مجهوله؟ الفي مينيمم انا عارفها 0.6، يبقى اذا كل ده مجهول ما عدا الاس مينيمم. تعالى نعوض بالكلام ده، قلت الفي مينيمم 0.6 على 1 اوفر ان، لان ب 0.015 البي في الدي مينيمم على بي بلس 2 دي مينيمم باور 2 اوفر 3 ده اللي هو الار في الاس تو ذا باور هاف. كل المجهول عندك في المساله هو الاس. خلاص نحسب الاس اللي الاس اللي هو السلوب بتاعي، حسبته طلع لي 0.06، فقلت 0.6% دوت دي معناها ايه 0.6 على ايه على 1000. والكلام ده حسبت الاس مينيمم كده. انا صممت ايه الابروتش تشانل. يعني اذا الابروتش تشانل دي احنا بنصممها
ان انا اجيب ابعاد واحسب الاس مينيمم بتاعتها بس مش اكتر. تاني حاجه، حاجه اسمها كورس سكرين. قال لك ايه؟ قال لك الكورس سكرين دي مبدئيا ايه الكورس سكرين دي؟ خلينا نتخيل، بص ثانية هسبق بس اوريكم شكلها وبعد كده نرجع تاني. ده شكل السكرين، يعني انت هنا وانت باصص من فوق في حاجة هنا اسمها اللي هو بير او الابارتمنت، ده بيفصل ما بين التو سكرينز. ده شكل السكرين وانت باصص من فوق، وده شكلها كسكشن اي اليفيشن. ده اللينس بتاع السكرين، ودوت الدبس بتاع السكرين، تمام؟ وهنا السكرين دي في ما بينهم مسافات، هي زي مصفى، والمصفى دي بتكون واخده زاويه سيتا ان هي مايله. تعالى بقى نشوف الكلام ده ايه، هنصممه ازاي. قال لك اول حاجه عندي حاجه اسمها اريا نت. ايه الاريا نت دي؟ قال لك دي بتكون من 2 ل 3 الاريا بتاعت ابروتش تشانل. يعني اذا خد بالك انت لازم ان تكون صممت الابروتش تشانل عشان تصمم السكرين. دايما السؤال ده بيجي ورا بعضه، انك تصمم الثلاث حاجات ورا بعض. يعني دايما هيطلب منك ان انت تصمم الابروتش تشانل، بعد كده تصمم السكرين، بعد كده تصمم جريت ريموفال ايه شامبر. فهنا من 2 ل 3 خدتها انا 2، البي في الدي ال 2، البي في الدي معايا اللي هم بتوع الابروتش تشانل، خلاص اداني الاريا نت. طب ايه الاريا نت؟ ايه معنى اصلا اريا نت؟ تخيل معايا ان دي السكرين ودي ايه؟ ودي البارز اللي موجوده. ايه الاريا نت؟ الاريا نت دي اللي هي الاريا اللي هي ما بين السكرين، اللي هي الاريا دي اللي ما بين السكرين، اللي هي ما بين البارز نفسها، الاريا اللي هي الفاضيه دي الاريا بتاعتي. طب دي هنجيبها ازاي؟ دوت وليكن ان ده اللينس، وما بين كل واحده واحده من دول مسافه اس، وعددهم عدد الاوبننج في الاس في السبيسنج، الكلام ده مضروب في ال يديك الايه؟ الاريا اللي هي الفاضيه دي. جميل. وخد بالك العرض ده كله ده بنسميه بي، ده اللي هو العرض ايه بتاع السكرين نفسها. ده الهدف اصلا من السؤال ان انا اجيبه. حلو. فال n اللي هو number of opening ده بيساوي ان ال n ده اللي هو number of opening، ده ممكن ان انت ده number، ده هو number of bars، لو عدت البارز دي وطرحت منها واحد اديك number of opening. ال s اللي هو السبيسنج، السبيسنج اللي هو ما بين كل بار والتاني، ده بيكون من 25 ل 50 ملم، دي لو هي ايه مانوال، هو غالبا دايما بنشتغل ان هي مانوال. حلو. من الكلام ده خلاص انا هنا فرضت ال s، قلت خلاص ال S ب 0.03، فرضت السيتا اللي هي الانجل اوف انكلينيشن او الميل بتاع، ما احنا اتفقنا السكرين دي حاجه ايه بتبقى مايله كده، وليكن مايله كده ومايله كده، والسكرين دي بتكون مايله، فليها ايه انجل هنا سيتا، وده اللينس بتاعها، ودوت ايه الدبس بتاع السكرين. ففرضت ال S ب 0.03 وفرضت الفاي ايه ب 30، الفاي السيتا ب 30، السيتا دي بتكون من 30 ل 60 ايه تجري. بعد كده الدبس بتاع السكرين، الدبس بتاع السكرين اللي هو ده هتعرفه منين؟ قال لك ايه؟ قال لك مش كان في قبل السكرين دي، كان في قبليها وليكن هنا ابروتش تشانل، قال لك خد الدبس بتاع الابروتش تشانل حلو زائد 10 سنتي. يعني اذا الدبس بتاع الابروتش تشانل اللي هو من التشانل اللي قبل دي اللي انا صممتها اللي هو طلع لي ب 60 زائد 10 سنتي، اداني الدبس بتاع السكرين ده. طب خلاص انا جبت الدبس بتاع السكرين ده، طب ايه اللي انا عايز اجيبه في السؤال ده؟ عايز اجيب اللينس ده. طب اللينس بتاع السكرين ده اجيبه ازاي؟ تخيل نفسك ده لو ميلته كده هيبقى ال كوزاين سيتا، طب لو جبت المسافه الفيرتيكال هتلاقي ال ساين سيتا. طب ال ساين سيتا اللي هي الفيرتيكال دي بتساوي ايه؟ بتساوي الدبس بتاع ايه؟ بتاع السكرين. جميل. طب الدبس بتاع السكرين معايا والساين سيتا معايا، يبقى كل المجهول عندك ال، يبقى تعالى نحسب. فجيت قلت خلاص ال L هنا يساوي الدبس بتاع السكرين على الساين سيتا، الدبس بتاع السكرين معايا على الساين 30، اداني ايه؟ اللينس. من الكلام ده، ده اللينس بتاع ايه؟ السبمرجد بارز. بعد كده عايزين نجيب النمبر في ايه؟ النمبر في اوبننج، عدد الفتحات اللي موجوده عندي. قال لك خلاص خد الاريا نت على الاس في ال L. الاريا نت معايا 1.44، ال S 0.03، ال L اللي انا لسه ايه حاسبه اللي هو اللينس، اداني 34.28 اللي هو تقريبا 35 اوبننج او 35 فتحه. طب عدد البارز هنا يبقوا كام؟ ان بلس 1 اللي هو 36 بار، لان عدد الفتحات 35 بعدد البارز نفسها اللي هي الفيرتيكال دي بقى ان بلس 1، فقلت خلاص 35 بلس 1 اداني 36 اي بار. طب جميل. طب ايه التارجت بتاعي اصلا من، يعني انا هنا عايز احسب ايه؟ قال لك انت هنا اصلا كل اللي انت عايز تجيبه، عايز اجيب البي دي اللي هو العرض ده كله، العرض ده كله اللي هو من هنا لهنا،
فانا كل التارجت بتاعي لما عشان اجيب العرض ده كله هو عبارة عن ايه؟ يعني تخيل نفسك البي ده اللي هو العرض ده كله بيبقى عبارة عن ايه؟ مش ال n عدد ال opening، لو ضربتها في ال spacing n في s يديك عدد، يديك اللي هي العرض بتاع اللي هو العرض ده والعرض ده والعرض ده والعرض ده والعرض ده والعرض ده، الحاجات دي مع بعض صح؟ طب خلاص ده ال n في ال s زائد، مش المفروض ان كل بار من دول ليه diameter وليهم عدد؟ لو قلت عدد البارز في الفاي بتاعت كل بار، مش ده يديك البي اللي هو العرض كله؟ هو ده اللي انا ايه عايز اجيبه. فجيت قلت هنا خلاص الاسيوم الفاي بتاعت البار الواحد هنا دايما باخدها بوينت 0.016 اللي هو 16 مللي. فخلاص قلت البي بتاعت السكرين ان في اس زائد ان بلس 1 في الفاي بتاعت البار، الان في الاس اللي هي ايه النمبر اوف اوبننج في السبيسنج بتاعت ما بين كل واحده وواحده. طب ايه الان بلس 1 دي؟ الان بلس 1 دي اللي هي النمبر بتاع البارز في الفاي بتاع كل بار. من الكلام ده هتعوض دايركت تجيب الايه البي العرض بتاع السكرين. طب خلاص جبت عرض بتاع السكرين، كان صممت ايه السكرين، عندي ثلاثه تشيكس. اول تشيك حاجه اسمها الهوريزونتال فيلوسيتي بيفور السكرين، بعد كده فيلوسيتي بتوين البارز، بعد كده الهيد لوس ثرو السكرين. طب ايه الفرق ما بين الفيلوسيتي بيفور السكرين والفيلوسيتي بتوين البارز؟ ايه الفرق ما بينهم؟ خد بالك بقى هنا، هنا هتاخد هتقول الفيلوسيتي بيفور السكرين هي كيو ديزاين على البي العرض بتاع السكرين في الدبس بتاع السكرين، ما فيهاش مشكله، الكلام ده يكون اكبر ايه من 0.6 متر ايه بير سكند. طب ايه بقى الفيلوسيتي بتوين البارز؟ ايه الفرق ما بينهم؟ ان انت بتوين البارز لما بيجي عند بتوين البارز هو ما بياخدش البي العرض كله، لا بياخد العرض ده والعرض ده والعرض ده والعرض ده والعرض ده من غير ما ياخد عدد البارز في الفاي بتاعت كل واحده فيهم، يعني الاسياخ دي يعني بياخد، عايز اجيب الاريا اللي هي الاريا دي والاريا دي الاريا الاريا دي بس، البارز دي ما بتخدش معايا في الحسابات. فقال لك فبقت ايه ان في اس ان عدد الاوبننج في السبيسنج بتاع كل اوبننج في الدبس بتاع ايه بتاع السكرين. من الكلام ده هتعوض دايركت، الكلام ده طلع اصغر ايه من ايه 1.5 متر بير سكند، يبقى ايه بشيكه مع 1.5 متر بير سكند طلع صفر. بعد كده عشان تجيب الهيد لوس ثرو السكرين هي 1.4 ال v2 سكويرد ماينس v1 سكويرد على 2 الجي، كل حاجه من دول معاك هتعوض دايركت تديلك ايه ال v2 سكويرد هي الفيلوسيتي بتوين البارز ماينس ال v1 سكويرد دي الفيلوسيتي بيفور السكرين على 2 جي، الكلام ده كله معاك اداك الكلام ده ايه 4.38 إيه سنتيمتر، ده طالما اصغر من 15 سنتيمتر يبقى ده الكلام ده ايه سيف. ودي الرسمه احنا قلناها هنا، دي شويه انفورميشن عن الانجلز، تقريبا انت مش هتحتاج ان يعني الحاجات دي هي نفس اللي موجود واحنا قلناها في السؤال، يعني هنا مثلا تكون اصغر من 15 سنتيمتر الهيد لوس، وهنا بيقول لك الاوبو الهيد لوس ب 15 سنتيمتر، هي نفس الحاجات اللي احنا قلناها في واحنا بنحل، بس هو هنا جايب لك جدول. في حاجه اسمها مانوال كليند وفي حاجه اسمها ميكانيكال كليند. احنا اغلب شغلنا مانوال كليند ان هو بيسيبك في السؤال مش بيجيب لك ايه سير هو مانوالي ولا ايه ميكانيكال. تالت حاجه جريت ريموفال شامبر، جريت ريموفال شامبر دي ابسط واحده فيهم، كل الفكره ان انت عندك هوريزونتال فيلوسيتي بتتفرد من 0.25 ل 0.35، انا هنا فرضتها 0.3. طب ماشي معاك الفيلوسيتي ومعاك كيو ديزاين، بتحسب الكروس سكشنال اريا اللي هي عباره عن ان في بي في دي، بقى معاك قيمه ال ان في بي في دي. نفس الكلام اللي قبل كده كنا بنحسبه، كنا بنحسب ريتنشن تايم، قال لك هنا التايم بيكون من 45 ل 90 سكند لو انت كونفنشنال، من 2 ل 5 مينت لو انت اريتد، اريتد او كونفنشن ده نوع ايه التانك هو بيقول لك في السؤال. فخلاص انا هنا هو مش قايل لي، فاخدت كونفنشنال تانك ففرضت الريتنشن تايم ب 60 سكند. نعرف نحسب الكباستي، كباستي كيو ديزاين في التي، حسبت الكباستي. طب بعد كده السيرفيس لودنج ريت، هنا السيرفيس لودنج ريت قيمته من 1000 ل 1000 ايه ونص. لو انت تفتكر من قبل كده كان السيرفيس اريا بتساوي كيو ديزاين على السيرفيس لودنج ريت، الكيو ديزاين دي خد بالك دي متر كيوب بير سكند، والسيرفس لودنج ريت ده بير ايه بير دي، الرقم ده بير دي، فضربت في 24 في 60 في 60 عشان احول الدي لسكند، الكلام ده اداك رقم، الرقم ده بيساوي ان في ال في بي. طب خلاص انا هنا معايا الكباستي جبتها،
طب لو الكباس دي اللي هي بتساوي ان في بي في ال في بي في دي. جميل. طب لو قسمت ال ان في ال في بي في دي، لو قسمتها على ال ان في بي في دي، مش هنعرف نجيب قيمة ال ال، صح؟ ده اللي انا عملته، قلت ال ال بتساوي الكباستي على الاكس اريا، خدت الكباستي على الاكس اريا اللي انا جبتها، حسبت ايه قيمة ال ال. ال ال دي المفروض تطلع من 15 ل 20، ايه ل 20 متر. طب بعد كده، طب لو خدت قيمة الكباستي اللي هي ان في ال في بي في دي، قسمتها على ال ان في ال في بي، مش ده يديني قيمة الدبس؟ ده اللي انا عملته، قلت قيمة الدبس الكباستي على السيرفيس اريا، قسمت الاتنين على بعض اداني قيمة ايه الدبس. الدبس ده من 0.6 لواحد ايه لواحد متر. وده ده الوتر دبس. الوتر دبس ده بيكون من 0.6 لواحد متر لو كونفنشنال، ومن 2 ل 5 متر لو اريتد. بعد كده، طب بعد ما خلصت الكلام ده، قلت ال n في ال b، مش اصلا السيرفيس اريا دي عباره عن n في b في l، فقلت خلاص ال n في ال b بتساوي السيرفيس اريا على اللينس، السيرفيس اريا معايا واللينس معايا، يبقى اذا ال n في ال b بتساوي 3 بوينت ايه 0.016. طب انا مش معايا قيمه، عايز اجيب عدد ال n، ومش معايا ولا ال n ولا ال b. قال لك خلاص افرض هنا دايما ان البي بتساوي الدي، ففرضت ان البي بتساوي الدي، الدي انا هنا جبتها ب 0.84، ففرضت ان البي بتساوي الدي بتساوي 0.84. من الكلام ده خلاص هجيب عدد التنكات، ان انا قلت 3.016 على 0.84، الكلام ده اداني 3.59. 3.59 هقربها، هقرب ال ان، قربت ال ان اديتني ال ان ايه ب 4، ايه ب 4 تنكات. طب خلاص، طب بعد ما جبت ال ان ارجع، ايه مش انت البي، مش انت البي والدي دول كنت انت دي حسبتها، لكن البي انت فرضها صح. ارجع بقى هات البي الجديده، فرجعت اجيب البي الجديده، قلت 3.016 على الان اللي هي المظبوطه اللي هي ب4، اداني قيمه البي الحقيقي، ودي طلع اصغر ايه من الدي. بس كده انت كده ايه كده صممنا 3 تنكات، وشكرا جدا لاستماعكم.